السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة بنحييكم من مزرعة الياسمين العضوية من المملكة العربية السعودية ومناسبة اليوم الوطني السعودي، وهي لنا دار نقدم لحضراتكم واحد من أفخم وأجود أنواع التمور الموجودة على مستوى العالم والموجودة في المملكة العربية السعودية. التمر اللي معانا هو تمر بياض نجران، أو تمر كما يطلقون عليه تمر الملوك والأمراء. حضراتكم شايفين التمرية، بسم الله ما شاء الله حجم التمرية عاملة ازاي. المميز بقى في التمرية ديت ان حضرتك لما بتفتح التمرية كده، شوف لما بنفتح التمرية بنلاقي فيها الدبس عسل التمر، شوف دبس وعسل التمر التمرية بسم الله ما شاء الله. دي حاجة ظاهرة طبيعية جدا جدا، انت بتاكل ما بتاكلش تمر، انت بتاكل تمر بسكر ولكن سكر احادي ما بيأثرش على مرضى السكر خالص، فده افخر واجود انواع التمور اللي قدرنا من مزرعة الياسمين العضوية ننتجها.